ألف سلامة عليك يا جيجي. أنا لازم أقول لك الحمد لله على السلامة. أنتِ وحشتيني جدا. أنتِ عارفة إن الكارت اللي أنتِ بتلعبي بيه ده عاجبني موت. قوليلي بقى انتي مخبية الحاجة فين؟ حاجتي انا عارفاكي، احنا كنا ساكنين مع بعض. مع بعض بس ده احنا عملنا بلاوي سودة مع بعض. قوليلي بقى الأمانة فين؟ اللي انا وانتي اتفقنا انك تعمليه يا شيهان، فاكره؟ مؤتمر شرم الشيخ ده كوم، واللي عدى قبل كده كوم تاني. الحكومه كلها هناك، واكيد هيبوظوا الدنيا. عينك على هاشم. كمال بقى مش هوصيك عليه، ولو وقع في ايديكي اي حاجه عن اي وزير تاني يبقى خير وبركه. فهماني طبعا، ها؟